نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبيونال على EFM. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال، ونواصلوا الحلقة الثانية من قضية الإمام السفاح. كما سمعتوا في الحلقة اللي فاتت، القضية صارت في منطقة الجلفة في الجزائر. صدام طفل صغير عمره عامين تخطف ملحومة واختفى وما لقاو له حتى أثر. السيد اللي خطفه هزوا وحصروا في داره وبدلوا اسمه، ردوا حميدة في عود صدام على أساس يولي ولده. الرجل هذا كان عنده زوز صغار أخرين، واحد اسمه عبد القادر وطفلة اسمها زينة. باختصار كان منكل بيهم، تقولش عليهم ما همش أولاده. يستعمل معاهم أنواع الضرب والتعذيب الكل، وزاد خلط عليهم كطفل صغير صدام. وما كفاهش الشي هذا، كان يبعثهم يطلبوا يا كريمة متاع الله ويجيبوا له الفلوس. وكما تعرفوا السيد إمام يصلي بالناس وينهي على الفحشاء والمنكر، لكن ولله في خلقه شؤون، وهذا نعتبروه إمام منبوشي، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكما تعرفوا أول وحدة في ضحاياه هي مرته، اقتلها وهي حبلة في شهرها التاسع ودفنها في حفرة في الجراج متاع الدار. لكن ما كانش يتصور أن ولده عبد القادر مطلع على كل التفاصيل متاع الجريمة، لأنه نهارتها شاف كل شيء وحضر على كل شيء. وباختصار عبد القادر ولا مصدر تهديد البوه، وخاصة بعد ما وعده باش يعمل له باسبور وطلع له فيزا ويمشي لفرنسا وخلف وعده، وزاد وعده مرة أخرى باش يشري له تلفزة وريسبتور وبارابول ودار في الحياسة. عبد القادر طلعها معاه وقال له توا باش نمشي للدرك الوطني ونحكي له على كل شيء. ولهنا بوه يخطف هراوة وتخلى عليه بالضرب، ولو كان مشاخته الاثنين واقفين وحزوا عليه كان يقتلوا، لكن ما نجمش يقتلوا قدامهم. وفي مرة من المرات وصل به الشيء أنه جاب كلابه حب يقصله سوابه، وما فك عليه إلا ما جات أخته زينة أخوها حميدة يعني صدام، وتلوحوا على أبوهم باش فك عليه. الحاصل المسلسل متاع التهديد والتعذيب اتواصل ما بين الولد والبو، لدرجة أنه في مرة من المرات شد له يده وحتى فوق السخان وهو يشعل النار، ونزل عليها حتى لينتحرق اللحم والعظم بان. المشهد كان فوق طاقة التحمل متاع كزوز صغيرات، يعني أخته زينة وصدام. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه البو يحب يتخلص من عبد القادر الشاهد الوحيد على قتلان مرته. وبما أنه التعذيب ما فادش في ولده، عملية الإضمار بالقتل بدأت تخامر في البو، ومنها بدأت تخطيط. وبما أنه ما ينجمش يخطلوا قدامهم، يلزموا يبعد زينة وأخوها حميدة يعني صدام ويتخلص منه. وهاو جايكم الحديث. في تواتر هالأحداث وفي نهار من نهارات، الإمام السفاح قام على الصباح بكري، عيط لولاده الاثنين يعني صدام وزينة واعطاهم فلوس وقال لهم تهبطوا لوسط البلاد تشريوا بهم حوايج، سراول ومراول وسبادريات، وكي تكملوا قضيتكم تستناوني غادي حتى لين نصلي الظهر بالجماعة ونجيكم. هكا الصغيرات رغم أنهم استغربوا من السخاء هذا المفاجئ متاع أبوهم اللي عمره ما عطاهم فلوس ولا سايبهم وحدهم يشريوا حوايج، لكن ما شكوش بالكل في النوايا متاعو، واعتبروا المسألة نقلة نوعية في التصرف متاع أبوهم وطبيعية. ودوب ما هما خرجوا من الدار وهو طول طلع البيت عبد القادر في العلي، القاه يلبس في حواجه ومحضر روحه باش يهبط. بطبيعة الحال البو كان قاري حسابه وطلع معاها هلاوة كبيرة، هاكلي طفل قراص بقاري.
استغل الفرصة أنه عبد القادر ما تلفت وعطيه بظهره ما شافوش وتخلوا للبيت على طرطش صوابعه ونزل عليه المسكين على راسه بهكا الهراوة دين عمل طق وهبط ملطوخ في القاعة ساكت حتى صيح عليه والدم يفيع بطبيعة الحال. وفي لحظة وليت ركراكة متاع دم كبيرة حمرة فيها كالبيت اشنو باش يعملو كركرو وهبط بيها كالدروج وهزوا للجراج هزوا للحفرة اللي تفن فيها مرتو وكانت محلولة حاضرة باش معناتها محضرها من قبل طيش فيها عبد القادر وعمل خلطة متاع سيمان وعاود سكرها كيما كانت. والأدهى والأمر في الحكاية واللي باش يعطيكم فكرة على هالراجل هذا تصوروا لوين وصلت به الدناءة. بعد ما خطت القتلان ولده جاب أولاده ثلاثة للجراج باش يعاونوه على تنحيت كالسيمان اللي فوق الحفرة يعني يحذر في القبر متاع ولده عبد القادر. والمسكين ما كانش يعرف اللي هو يحفر في قبره بيديه. في نفس التواتر متاع الأحداث زينة وخوها صدام عملوا دورة في السنترفيل اختاروا الحوايج قاسوا اشراو وجاء الظهر وبقاوا يستناو في بوهم كيما وعدهم لكن استبتاوه لأنه الظهر فات وأذان العصر أذن لكن هو مازال مجاش وليوا هزوا رواحهم ورجعوا للدار قبل ما يجي المغرب ويتيح عليهم الليل. قلبوا في الأثناء اغتص في طمس أثار الجريمة متاعو وما كانش يتصور أنه المسألة باش تاخذ بارشة وقت. الضربة كانت قوية برشة والدم اللي خرج من الجمجمة متاع عبد القادر سرح من البيت للعليل كل وزاد هبط للدروش. رصات لهك الإمام السفاح بالخيشة وسطل وهو يمسح ويعاود ويفرغ دار على هك الدار مسح الكل تركينة تركينة. ووقت اللي سمع الأذان متاع الظهر تذكر أنه يزم يجيب ولاده لكن بالنسبة ليه الصلاة أبجل الراجل إمام خمس بجمعتهم ويلزم يمشي يصلي بالعباد. امشى للجامع صلى بالناس ومن بعد رجع قال أكيد تو يستبطوني ويروحوا وحدهم وهذاك هو اللي صار. في مجريات هالأحداث وبعد صلاة العصر الإمام دوب مرجع من الجامع ويسمع في ولاده داخلين للدار وكانت صدمة كبيرة واحدة أخرى تستنى فيهم وكيفاش باش يتحملوها. وعلى فكرة النهار ذاك اللي صارت فيه الجريمة من صباح ورعود وبروق ومطر. شكون كان أنا وشنو كيف نادر؟ ما على بالكم شكون جاء؟ شكون؟ إيه جات أمكم؟ جات أمام؟ إيه جات أمكم ما صابت حتى واحد وراحت صح عندها 10 سنين ملي ما جات وش دير بينا؟ هكا الصغيرات دخلوا ولقاو بوهم في بيت القعاد قدامه تبقوا كيسان متاع قهوة ومرسوات متاع جاتو. قالوا له يا بابا شبيك ما جيتناش مع الظهر كيما وعدتنا ما قلت لنا استناوني حتى نجيكم ونروح بكم. قال لهم ما هي أمكم جات وهي اللي شدتني. هكا الصغيرات اتفاجئوا قالوا له أمنا أما أمنا. قالوا لهم أمكم أشنو ما عاش تعرفوا أمكم. زينة وحميدة أو بالأحرى صدام ما فهموا شيء. المرأة عندها فوق 6 سنين من اللي غابت وما في بالهمش اللي هي تقتلت ومدفونة في الجراج. وحتى من حميدة وقت اللي خوه عبد القادر حكاله الحكاية ما صدقهاش. وخلينا نقوله بالنسبة لزينة وحميدة أمهم ما تحبهمش سلمت فيهم وخليتهم وخيرت عليهم أختهم وإلا أخوهم اللي جبته في السبيطار هذا قبل ما تمشي عليهم مرة واحدة. وخلينا نقوله بصريح العبارة زليخة المدفونة في الجراج ما عادش عندها مكانة في قلوب ولادها وهذا طبيعي لأنهم ما يعرفوش الحقيقة وبوهم دخل لهم الحكاية هذه في مخاخهم. لكن بعد ما كلاو الجاتو سمعوا الاخبار متاع امهم انها جات قالوا له وينها اش بها مستنتناش 6 سنين ما شافتناش وجات ومشات وما صبرتش حتى ساعه باش تشوفنا ما قلت لهاش اللي كنت باش تجي تروح بينا. ولهنا البو كان مخطط لكل شيء الا ردة الفعل متاع اولاده ما قرا لهاش حساب ووقتها بدا يهز من الجابيه ويحط في الخابيه. قال لهم اللي هي كانت مزروبة وعندها كار تستنى فيها ووعدته باش ترجع وتقعد بحذاهم يطيروا الوحشة من بعضهم ويشبعوا بها قد ما يحبوا.
هكا صغيرات سكتوا، لكن عينيهم بقات بكلها كلام. الحكاية اللي قالها لهم بوهم ما هضموهاش، وهو ماشي في باله باش تتعدى عليهم ويعامل فيهم كأنهم مخشاشر. على أساس الكلام هذاك باش يتعدى عليهم، وهما ولاو مراهقين بأتم معنى الكلمة. زينة قريب تغلق 14 سنة، وحميدة يعني صدام عمره 13. الخرافة متاعو ما جدتش عليهم. قالوا له باهي، أمنا جات ومشات وعبد القادر وينو؟ قال لهم مشى معاها توحشها كبش فيها وهي هزته قالت له هيا معايا. باختصار الإمام ما كانش يعرف أنه صعيب ياسر باش تكذب على صغير، إلا الأغبياء يمشي في بالهم أنهم ينجموا يعديوها على صغار. زينة قالت له كيفاش عبد القادر يمشي مع أمي وانتي ناوي الجمعة هذه باش تجيب له تلفزة وريسبتور وبارابول؟ كيفاش يخليهم وهو يستنى فيهم بالدقيقة والدرج ويمشي؟ البو كي عادته وقت اللي ما عنده حتى إجابة يدورها تنرفيز وضرب وتهديد ووعيد. ولو كان ما منعهمش أذان المغرب راهو سيب فيهم غلو. ولهنا وقت اللي جاء خارج صدام شاف على القندورة متاعو أثار متاع دم. قالوا يا بابا يا بابا عندك دم في القندورة متاعك. البو ثبت ولقى الكلام صحيح، خزر له وما جاوبوش وهز روحه وخرج. في هالمرحلة هذه وبعد ما خرج البو والوليدات قعدوا وحدهم، ابداوا يراجعوا في الكلام متاع ابوهم وما صدقوا حتى شيء من اللي سمعوه من عنده. لا صدقوا حكاية أمهم اللي جات ومستناتهمش، ولا حكاية خوهم عبد القادر اللي مشى معاها. وزيد هكا البقعة متاع الدم اللي في القندورة متاعو حيرتهم وردتهم مرعوبين. وصدام تفكر كيفاش قالوا راهو بابا قتلها ودفنها في الجراج. وبالوقت حكى الأخت زينة، وهي وقتها أكدت له الحكاية هذه وقالت له حتى أنا حكى لي نفس الشيء. مختصر الحديث، الخوف بدا يستملك بهكا زوز صغيرات اللي يحبوا يعرفوا شنو اللي قاعد يصير، لأنه المسألة ولات فوق الطاقة متاعهم. ووقتها هزوا رواحهم وطلعوا للعلي باش يمشيوا للبيت متاع عبد القادر ويثبتوا يلا نضرب الحق مشى مع أمه وإلا لا. ودوب ما دخلوا للبيت القاو الدبش متاعه الكل في بلاستو، وبقاو يتسائلوا علاش خلى دبشو. لو كان مشى مع أمه راهو على الأقل هز تبديلة ولا اثنين. ولهنا الاكتشاف اللي بيش يدخلهم في حال الذهول هو الدم اللي القاوه في مدخل العلي والدروج. البقايا كانوا صغار ما همش باينين، أما كافين باش الواحد يفهم أنه الدم سال في هكا البلاصة. ورغم اللي البو عمل مجهود وباش ينظف الدنيا ويطمس معالم الجريمة خلى أثار، والقندورة متاعو تشهد على الشيء هذا. واش هذا؟ رحت صليت عاوتو العيب قلتكم رقدوا. حبيت نسقسيك حاجة. واش تسقسيني تاني؟ تاكل ما رايح جاي تسقسيني. في المرحلة هذه البو صلى صلاة المغرب بالناس، ربطها بالعشاء وروح لدارو. ويلقى زينة وصدام يستناو فيه، واضح اللي هما مازال عندهم ما يقولوا وبرشا أسئلة باش يسألوهم له. بطبيعة الحال هو ثعلب وفهمهم وحاول باش يستعمل الدهاء متاعو باش يفلت من الشكوك متاعهم. قادر وخلى حوايجو هنا في الخزانة. واش يدير بحوايجو انتي تاني تقات له حوايج؟ ياك جابت له امكم جابت له واحد. زينة سألته قالت له كيفاش عبد القادر مشى وما هزش معاه حوايجو؟ تبديله لا. هو قص لها قصة عربي وقال لها ماي امك جابت له حوايج جدد يلمعوا لمعان. وما هم يقولوا حبل الكذب قصير، ضربته بالسؤال الثاني. قالت له كيفاش باش يعمل في الليل؟ يرقد بالكوسيوم؟ الحاصل النقاش بدا كما يقولوا يحتد كلمة بكلمة. ومن جملة الأسئلة قالوا له هكا الدم اللي في العلي منين جاء؟ بوهم وقتها بدا يضحك لأنه السؤال هذا الإجابة متاعه تحت لحنك. قالوا له ماذا كسردوك لكحل اللي ذبحته لأمكم باش يبعد عليها النحس والعكسيات. والعادة هذه كما تعرفوا موجودة في البلدان المغاربية والعربية الكل، وفي الجزائر بالتحديد يسميوها النشرة، موش متاع الأخبار بطبيعة الحال. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، صدام وزينة يعرفوا اللي بوهم يمن بالطقوس هذه ويمارس فيها، لكن هما ما عادش عندهم ثقة فيه بالكل. يمن براسك
معناتها وقيله ولي تحب تفهم بزاف. ولا هنا شدوا معاها صحيح وبداو ينغنغوا عليه، جيب لنا امنا هزنا ليها نحبوا نشوفوها وكسروا له راسه بتنغنيخ. قال لهم استناوني شويه هاني جايكم باش نهزكم ليها، وجاب لهم نافعه يعني كرافاش وبدا يخبط فيهم، هذه تنفع هذه الضر، وهما يعيطوا. كانك من الطفلة زينة قوي عليها الشي، المسكينة سكتت وتكعبرت فوق البنك، وكانك من حميدة ما حبش يسكت، البو يضرب وهو يزيد يعايت انحب أمي انحب أمي، وكي ما عادش بهاوين خنقه قريب يطلع له روحه وبدا يكركر فيه وطلعه للعلي، وكل ما صداه بيزيد يسيح، كل ما ينزل عليه بونية على قوة قوته، دم دمو الدم ديم، وما خلط بيه لك العلي إلا ما طفل قريب يطلع الروح. شد ربطه كالعادة وتخلى عليه، أضرب 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 أضرب، والمسكين يسيح من الوجايع لدرجة أنه ما عادش يحس، وباقي شادر يعيط نحب أمي جيب لي أمي. ووقتها حط له الخيط متاع الكورون وبدا يعذب فيه، لكن هو ما استسلمش، وكيما عاد بهاوين جاب بدون إسانس وكبوا عليه، شعل البريكية وراها له وقال له أنا قتلت أمك وقتلت خوك عبد القادر، وإذا كان ما تسكتش انخلطك عليهم. عبد القادر سكت فرسكته وجمد في بلاستو، وفهم وقتها أنه هكا البو هذاك الروح عنده كذبانة ما يفدلكش. حميدة أخويا حميدة حميدة ما تاكل، جبت لك تاكل. أنا قلت لك ما تهدرش. أنا وش قلت له؟ أنا قلت له نحب ما عندي مخ. أنت تعرفوا بليك هو مهبول من تها، لازم تريكلامي. في مجريات هالأحداث حميدة أو بالأحرى صدام قعد مربوط أيامات في العلي، وأخته تجيب له بالسرقة في الماكلة وتحاول تقنعه باش ما عادش يدخل في مشكل مع أبوه، على خاطر هي زادة فهمت أنه هالإمام السفاح قادر على كل شيء، معناها قادر باش يقتلها هي ويقتل حميدة من غير حتى تردد. ومن وقت ذاك العلاقة تغيرت تماما ما بين البو وزينة وصدام، ولات فيها برشا حذر من طرف البو وخوف ورعب من شيرة الأولاد. باختصار ولاو يتجنبوه، معناها يتقي وشره، وما عادش يجبدولو لا على أمهم ولا على أخوهم، مع أنهم كبروا وما عادش عندهم كالبراءة متاع الطفولة اللي تخليهم يصدقوا كل شيء. بداوا يراجعوا في حساباتهم ويلوجوا في حل لرواحهم. في مجريات هالأحداث هالإمام السفاح بما أنه تفضح وقال اللي عنده الأقنع متاعه الكل تحت وما عاد عنده ما يخبي، إيش باش يعمل الصدام وزينة احتجزهم الاثنين وسكر عليهم الباب متاع الدار، لا دخول ولا خروج، وهما بتبيعة عمرهم ما شافوا حد من العائلة، لا خال لا خالة لا عم لا عمة لا أنساب لا أقارب ولو خلف بوهم وامهم اللي دفنت في وسط الجراج حتى واحد ما يعتب الدار. وكانوا يسألوه يا بابا عنا عائلة، يقولوا لهم عندنا أما ما نحبهمش يجيونا وما يدخلوناش. وحسب أقوال صدام الإمام كان يجيوها أخواته أما يقابلهم في وسط البلاد يعمل معاهم قهوة ويروحوا على رواحهم، لا كان يضيفهم لا يستدعاهم لا على فطور ولا على عشاء. وحتى كان الصدف وجاوه للدار على غرادة يدقدقوا يخرجوا لهم يحكي معهم البرة، وكي يقولوا له علاش ما تحبش تدخلنا ويقولوا لهم المرأة متاعي يقصد زليخة ما تحبكمش وما تحبش ترى مناظركم. ورغم هذا ما قطعوش السيلة معاه وقعدوا ساعة ساعة يطلوا عليه. لكن الشيء اللي يلزمكم تعرفوه أنه هالإمام هذا إذا كان عائلته ما عندهاش الحق لا تجي لا تطل عليه ولا تدخله للدار، إسحى يبنى كان ديما عنده ضيوف من نوع خاص وأغلبهم من نساء، يجيوه غادي ويستقبلهم على خاطر خلف المهام متاعه في الجامعة كان عامل فيها طبيب يداوي والفرج على الله، طبيب روحاني بتبيعة. أش قال لك أش قال عليك؟ يداوي بالرقية الشرعية، يعني بدعاء وقراءة القرآن، وهو في الحقيقة يمارس في الشعوذة بكل أشكالها، عزيمة ضربان خفيف حروزات عقاقر، أمور ما عندها حتى صيلة بالرقية، زعمة زعمة سحر والسيد معتيله ويجيوه من كل بلاصة.
قال شنو يدو تجمد الماء معناها كونجيلاتور. وفي نهاية الأمر هو كيو خيانو المشعوذين يلعب بعواطف الناس ويستغل السذاجة متاعهم باش هما يفهموا اللي هو على بركة عظيمة وعنده قدرات خارقة. وصدام يعرف الشيء هذا وكان يشوف فيهم يوميا ننسى داخلين خارجين على الإمام السفاح اللي ما شقهاش اذناه وجاية ثماش مسيدي الشيخ يسهل الاصعاب اللي عندها مشكلة مع كنتها وإلا حماتها واللي ما جاش مكتوبها وظفرة الشيب. هذم الكل يستقبلهم الإمام ويحرود لهم حويجة بالعقاقر اللي عنده، فاسق وفيسوق، لحية الشيطان، زه من عام، أم البوية، أم قرقر، وحويج أخرين ما يقولش عليهم على خاطر اخذهم طول من عند جنون واللي من تحت يديهم. باختصار حكاية الشعوذة هذه كان يصور منها خير ربي وزعمة زعمة كل قدير وقدره، أما في نهاية الأمر اللي يجيه ينحيله ما شاء الله فلوس. ما نحكيوش على الدجاج الأكحل والسرادك الكحل والمعيز وما لفة لفهم من علالش وعجولك حلو كان لزم أرانب يذبح ويتكي غادي وبطبيعة الحال من بعد يكلهم. ولهنا أحميدة أو بالأحرى صدام يحكي أنه من جملة الطقوس اللي كان يمارس فيها الإمام السفاح هذا خلف النشرة يعني ربحان دابة كحلة، كان مثلا يحط جلد العلوش أو الريش في ساشي أكحل ويطلب من أولاده يا عبد القادر اللي قتله أو حميدة وحتى زينة يطلب منهم باش يهزوا يلوحوا وكساك ذاك في جبانة من الجبابن اللي كانوا دايرين بهم على خاطر في الحي متاعهم خلف الجبانة متاع المسلمين فما مقبرة متاع يهود ومقبرة متاع مسيحيين. بطبيعة الحال هما يخافوا وما يدخلوش حتى للمقبرة، من الصور يطيشوا هكا الساشي ويرجعوا. ومن شيرته هو يطلب من الناس اللي يجيوا يعزموا عنده باش يمشيوا من غدوة للجبانة ويفركسوا على الساشي، ولو كان القوه فارغ معناها الناس الأخرى سمعت الشكوى متاعهم وباش تلبيلهم الطلب متاعهم. وصدام يأكد الشيء هذا ويقول بالحق أنه وقت اللي فركسوا رسول الجبانة هذيك اللي يتكلم عليها ما يلقاو كان ساشيات فارغين. والمسألة هذه بالنسبة لي هو ما لقالهاش تفسير لأنه ما يمنش بالسحر. في مجريات هالأحداث الإمام السفاح كان مانع على صدام وزينة باش يدخلوا للصالة، ممنوع عليهم منع باتا يحطوا ساقيهم غادي. وهالصالة هذه من جملة ما فيها المكتبة متاعو، وكي نقولوا مكتبة معناها مؤلفات السحر والشعوذة اللي كان يجيبهم من عند عزام آخرين وما تلقاهمش في السوق جملة، اكتب فيهم وصفات يحلوا برشا مشاكل أما في نهاية الأمر ما يحلوا حتى شيء. وما المفروض إمام يصلي بالناس تلقى عنده مصاحف متنوعة بمختلف الروايات، تلقى عنده صحيحين بخاري ومسلم، اكتب بالفقه وغيرها، لكن هو مكتبته بكلها بوخوخو ونفثات في العقد. أحميدة يعني صدام وزينة قروا باش يدخلوا لك الصالة وشوفوا كالكتب، وفعلا حلوا الخزانة وجبدوا الكتب من الكتب. أحميدة المسكين ما كانش يقرأ بالكل لما ما دخلوش للمكتب. زينة ما كملتش عام قراية، ها هي كتهجي وتفك في الحروف بالجهد والمعين الله. أحميدة من شيرته يتفرج في التصاور، وبعد مديدة حسوا كالدوخة بدأت تلعب عليهم. هذا اللي قالوا حميدة يعني صدام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، في ساعة ما سكروا هكا الكتب ورجعوهم للخزانة ورجعوا البيت لقعد وكأن شيئا لم يكن. في الليل رقدوا وفي بالهم الكابوس وفاء، وبوهم وقت اللي جاء لكلمهم الحكاية معاهم وما فاقش اللي هما دخلوا للصالة أصلا. ولهنا وحسب كلام حميدة يعني صدام، هو وبوه الإمام كانوا راقدين في نفس البيت وفي طنبك الليل يشوف في صف متاع عباد لابسين الكلهم بالأبيض، الحية الدلدل وعمامات، وداخلين للبيت فيها كالظلام يمشيوا ما بين هواء والضاء ويا لندرا شنو يوتوتو. ووقت اللي هكا العباد هذوك ما بداو يقربوا منه فاق من غطاية النوم ونطر هكا الغطاء وقام يجري من الفرش متاعو وقف ومشى طول شعل الضوء. بوه الإمام اللي كان راقد على عينق فيه وشخيره من فوق ومن لوطة عاطيم سد فاق مرعوب وقال له علاش تشعل في الضوء، طفيه لنصفر لك بروحك. صدام خاف وطف الضوء باش ما ترسيلوش كيف قوه عبد القادر في وسطك الحفرة هو أم زليخة. مختصر الحديث، صدام ولا ما عادش يجيه النوم في هكا البيت، وكل مرة يشوف حاجة
وقطوس أكحل وعينيه تلمع في الظلام، وهكا جماعة اللي لابسين بالأبيض. وفي نهار من نهارات والنوم ما غمضلوش عينيه، يشوف في بوه يكتب في جواب قعد يشوف فيه بالسرقة من تحت الغطاء، وكي كمل حتى كالورقة في ماسو وخرج بها باش يمشي يصلي الصبح في الجامع وزلقها تحت باب الدار. وكي قامت أخته زينة وخرجت لوسط الدار شافتها كجواب، حلت وبقات تهجي فيه، وحسب اللي قرات فهمت أنه الجواب هذاك من عند أمها. طول مشيت لصدام وحكيت له الحكاية. المسكينة دخلت بعدها كيفاش بعد هالمدة هذه الكل أمهم تبعث لهم جواب، رغم اللي بوهم قال لهم اللي هو قتلها ودفنها في الجراج. الحاصل دخلت بعدها وما عرفتش شنو تصدق، وعندها إحساس كبير أنه أمها زليخة حية، لكن هجت من الغطرسة متاع أبوها ونسيتهم. صدام بعد ما سمعها ما حبش يفسد عليها كالفرحة متاعها ويخليها تظن أنه الرسالة بالحق من عند أمها، لكن ما نجمش يكذب عليها. قال لها راوي الجواب هذاك ما هيش أمك اللي بعثته، وفهمها أنه شاف الإمام بعينه في الصباح يكتب في الجواب هذاك وزلقه تحت الباب. وزيد قال لها خد مخك شوية يا أخي، أمي كادها أنها تجي للدار وتشوفنا. وبدأ يقنع فيها أنه زليخة ماتت ودفنت في الجراج هي وعبد القادر، وقال لها تو نجيب لك البروفة. كيفاش البروفة؟ يلزمه يدخل للجراج هذاك اللي مسكر بالقفل. في تواتر هالأحداث صدام كان يعرف أن أبوه يخرج الفجر ويرجع قبل الظهر بشوية، يفطر من بعد يزيد يعاود يخرج وما يرجع كان بعد العشاء. السنة هدوم مخرج ومشى طول للجراج اللي الباب متاعه كان مسكر بقفل، ابدأ يحاول فيه بتورنوفيس حتى لينتحل. الباب تحل منه وضربته ريحة شق الراس، ريحة متعجيفة. ادخله هو حاطت يده على خشمه وقريب يتغاشى، وكل ما يقرب الوسط الجراج كل ما الريحة تقوى. يلقى لوحة كبيرة محطوطة في الوسط بالضبط بعدها، وشاف حفرة مغمومة بالسيمان أما موش مسكرة بكلها، كأنه اللي حب يغمها كان مزروب أو خايف من شكون يفيق بيه. الريحة ولات ما عادش تنطاق، ورغم هذا حميدة طبس باش يشوف اش فما في الحفرة، ودوب ما طل اكلا فجعة عمره من الخوف. تنطر تنطيرة واحدة مرعوب، اشنو ولي شاف؟ شاف يدين بكلهم دم ومغمومين بالسيمان، معناها جثة، والجثة هذيك ما تنجم تكون كان الجثة متاع خوه عبد القادر. في هالمرحلة هذه من القضية البو اكتشف انه الجراج تحل، وطول مشال صدام وزينة باش يعمل معاهم بحث. وكما تعرفوا البحث متاع الإمام بالهراوة والكرافاش المال بارد وتريسيتي. اشكون حل الجراج؟ قالوا لهم. وبدأ الضرب، أضرب 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 بالسبتة ومن شيرة الحياصة، وكل ما يعيا يرتاح ويعاود. زينة المسكينة ما يشفيه ما حد شي، لا عملت يدها لساقها لا دخلت الجراج ولا شافت حفرة. أحميدة يعني صدام شد صحيح ما حبش يستعرف، وهكا الإمام يضرب فيه ويقولوا أنت اللي كسرت القفل متاع باب الجراج، قر قر خير لك. ومن غير ما نطولوا عليكم بحديث، لا زينة قرت لأنها ما عملت شي، ولا صدام رضخ وجال الثنية واستعرف. ووقتها الإمام أيس وسلم أمره لله، لكن أحبسهم بالحق في البيت، الضوء ما عادش يشوفوه. في تواتر هالأحداث الإمام السفاح بعد ما حبس صدام وزينة في البيت، وقت اللي رجع من الجامع حل عليهم الباب، والمرة هذه كان زاهي يضحك وشايخ. هما قعدوا باهتين، قالوا لهم تحبوش تحكيوا مع أمكم؟ وفامهم بقات محلولة طاقة. أما أمنا سألوه وفي داخلهم يقولوا يقتلها ومن بعد يقول باش تحكي معاكم، لكن صغرهم ما عاونهمش. الإمام لعب عليهم التلامس وفهمهم اللي هو على اتصال بزليخة، وباش يخرجوا جميع يمشيوا للتاكسيفون يحكيوا معها، وباش يبين لهم حسن النوايا متاعو جاب لهم حوايج جدد، روبة من زينة البنت وتجينوا مريول لحميدة. باختصار لبسوا حوايجهم ومشاو معاه للتاكسيفون، اطلب نومرو عدالهم التليفون باش يتكلموا.
ولهنا حميدة أو بالأحرى صدام يقول أنه وقتها جدت عليه الحكاية هذه وما كانت عنده حتى إمكانية باش يثبت يالاندرا المرأة اللي حكيت معاه أم وإلا لا، لأنه نسى صوتها. أما اللي كانت تتكلم فيه وقتها حكيت له برش حكايات ما يعرفهم كان هو، وصاروا وقت اللي كان راسه راسها. الطفل دخلت فيه غولة، لكن في نهاية الأمر عرف أن أبوه لعب لهم اللعبة وجاب لهم امرأة لعبة دور أمهم، ولو كان أمهم ما ماتتش راهو جابها بالحق. أشنو الشيء اللي يمنعه باش يجيبها حية تنترزق مش معديها في تليفون؟ المفيد أكا الصغار اقتنعوا اللي هما في يد قبض السفاح، ويلزم يلقاو حل في أقرب وقت باش يفلتوا منه. في مجريات هالأحداث والبحث على حل باش يهربوا من هالسفاح هذا، صدام وزينة طلعوا للسطح. ثماش ما يشوفوا واحد من الجيران ويطلبوا النجدة ويحكيوا له على اللي صار فيهم الكل. والحي اللي كانوا يسكنوا فيه اسمه حي المئة دار، معناها فيه مئة مسكن، وفي وسطه ثم حبس صغير وبجنبه مركز متاع شرطة. زينة اقترحت على أخوها باش يمشي للعساس متاع الحبس يحكي له باللي ثم، والعساس كان في قاريتة عالسور متاع السجن. صدام كلمك الجارديا متاع السجن بالإشارات قال له نجيك، الآخر قال له إيجا. صدام من حينه هبط مكستح امشي لهك العساس، لكن بحكم الحسرة في الدار والضرب متاع أبوه ما كانش مصرح في الكلام، بالسيف ما فهمه هك العساس. هاك الجارديان ما فهم منه صرف من عدل، ما شد حتى كلمة من حديثه، وفي الاخر قال له برا روح لداركم. صدام من حين ورجع للدار وحكى لزينة على اللي صار والمحاولة متاعه الفاشلة. بالوقت هي هزت روحها ومشيت لنفس الجارديان وحكيت له الحكاية. الجارديان فهمها وطعمها وطول بعثها لمركز الشرطة اللي بجنب الحبس. وزينة مشيت كالغزالة لك المركز وحكيت حكايتها وحكاية خوها واللي صار عليهم الكل. البوليس اللي كان يسمع فيها قال لها وين داركم؟ قالت له هايكا. قال لها عجب، انت بنت الإمام؟ قالت له ايه، الإمام اللي جينا للمركز ويبدأ يدعينا بالخير، هك الراجل المتقي والطيب. ما صدقوش الحكاية، أما بطبيعة الحال وبحكم مهنتهم يلزمهم يقطعوا الشك. ووقتها قالوا لزينة وصدام ارجعوا للدار ما تخافوش، أنا في جرتكم، ودوب ما يجيبوكم احنا باش ندقوا عليكم الباب. وكان العمل هكاكا، هما مشاو وصرتي تبعهم ومعاه زميلته سيفيل. صدام وزينة دخلوا هما قعدوا من بعيد يحسوا. في تواتر هالأحداث الإمام جاء ودخل للدار، هو مازال كيسكر الباب والصرتي دق عليه. الإمام حل والآخر قال له إجراءات أمنية النجم ندخل. الإمام حب يسكر الباب والبوليس عرض له بساقه وشد صحيح باش يدخل هو وزميلته. البو باش يوهمهم اللي مرته وصغاره في الدار عمل له روحه ينادي الحميد وقال له قول لأمك والبنات يطلعوا للعلي. ومن بعد جبد من تحت الجلباب متاعو سطوش تقول فليجة، خرج منه دفتر عائلي وأوراق متاع مجاهد، اكذب كما حب وما خلى ما يعمل باش يفكوا عليه ويمشيوا. لكن هما شدوا صحيح قالوا له نحبوا نحكيوا مع مرتك. قالوا له ماهيش هنا، مشيت لعائلتها في ستيف. كيفاش؟ قالوا له يا اخي تعدي فيها علينا، تي هاك توا مازلت كي كلمتها وقلت لها اطلع للعلي انت والبنات. لهنا الامام حصل وما عاد عنده ما يقول. ووقتها البوليس طلب منه باش يشوف الجراج، والإمام قالوا يلزمك أمر بالتفتيش. السرتي ما خلالوش الفرصة، ادخل ومشى طول للبلاصة اللي وصفتها له زينة، ولهنا باش يجي الاكتشاف المروع. هكا الريحة اللي تقتل وهكا الحفرة اللي مغطية بلوحة. البوليس هزها وشاف جزء من الجثة متاع عبد القادر باينة، والإمام السفاح يتابع في العملية وفهم أنه الأمور انتهت بالنسبة ليه. بطبيعة الحال وقتها الطامة والعامة خلطت وركبوا له ليمونوت، وفي المركز اعترف بكل شيء وبعثوه ماندا دبو للحبس في انتظار المحاكمة متاعه. حضارات بارك الله فيكم في الشيء، يعطيكم مطربات، شكرا.
في المرحلة هذه من القضية، بما أنه حتى حد ما كان يعرف أنه زليخة ماتت، عائلتها ما قبلش العزاء إلا وقت اللي جبدوا الجثة متاعها، ولهنا باش تحصل المعجزة، وهذه حاجة من وراء العقل. من جملة اللي حضروا باش يعزيوا أم صدام وأبوه، لأنه كانت عندهم صلة نسب بعيل زليخة اللي قتلها الإمام السفاح. الأم قعدت تخزر الصدام وتثبت فيه وتعاود، وهو كان فولة وتقسمت على اثنين هو وبنتها، تقول توامة وهما في الأصل خوات بالحق. ولهنا وباش تقطع الشك قالت الصدام: يا وليدي سامحني باش نسألك وما تفهمنيش بالغلط، عندك شي شهوة في صدرك فورمتها كذا وكذا؟ صدام استغرب وقال: هايه. المرأة وقتها لعبت عليها الدوخة وطاحت على البلاصة، ومن بعد كي سمعت حكاية صدام اللي ولا اسمه حميد، وهو سمع كيفاش ضع عليهم وهو ولد عمين، الأحداث كانت مطابقة. وبعد هكا العوامل كل تلم شمل العائلة، وصدام رجع لعائلته الحقانية. لكن اقعد ديما لاهي بزينة اللي يعتبرها أخته وما تبدل شيء بالنسبة ليه. في نهاية القضية، الإمام السفاح انهارت اللي مثل قدام المحكمة، واللي أكيد كان باش يتحكم عليه بالإعدام من أجل الجرائم البشعة اللي اقترفها. العدالة الإلهية سبقت، ومات بسكتة قلبية في قاعة الجلسة، ورغم الإسعافات الكل ما تمكنوش من إنقاذه، ويمكن هكاك أرحم له لأنه كان ماشي للإعدام. وقبل الإعدام الحبس اللي باش يسترجع فيه الفيلم متاع الشي اللي عمله في حياته الكل، وشوف ضميره ينبو وإلا لا. برشا أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين حبوا يدرسوا هالحالة متاع الإمام هذا، وبالتحديد الانفصام اللي كان عايش فيه. علاش قتل مرته وهي حبلة؟ علاش كان يعذب في ولاده؟ علاش قتل عبد القادر؟ وربما كان باش يعمل نفس الشيء مع زينة وصدام. علاش اختف وليد صغير وحرمه من عائلته لمدة 12 سنة وهو عنده ديجا بنية وليد؟ الإجابة الوحيدة أنه عبد القادر وزينة ما همش ولاده، ما همش من صلبه، والصغير اللي كان في كر زليخة كيف كيف، وعلى هذاك انتقم منها. نهج التريبيونال. قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.